بأجواء من الفرح والمحبة، شهدت كنيسة القيامة في مدينة القدس احتفالا تاريخيا جامعا، وهو الانتهاء من ترميم القبر المقدس وسط حضور كبير من جميع دول العالم، وبحضور حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون وبطريرك القدس للروم الأرثوذكس وبطريرك الأرمن والمدبر الرسولي المطران بيير بيتسا باتسابلا، وبحضور مندوب عن جلالة الملك عبد الله الثاني وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي، ومندوب عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السيد حنا عميرة، وعدد كبير من الأساقفة من مختلف الكنائس. الحضور الأردني كان بارزاً، وخاصة أن جلالة الملك عبد الله الثاني هو الحارس الأمين وصاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكان من أول المتبرعين لهذا الترميم الذي زادت تكلفته عن 3 ملايين دولار. تخلل الاحتفال كلمات شكر للداعمين بالإضافة إلى أصوات المرنمين من مختلف الطقوس البيزنطية، ويشار أن هذا الترميم هو المرحلة الأولى وستكون هنالك مراحل أخرى لترميم كنيسة القيامة. هذا وقد شكر الناطق الإعلامي لبطريركية الروم الأرثوذكس الأب الإيقونوموس عيسى مصلح جميع المتبرعين، وكما شكر قناة نورسات الأردن لتواجدها لتغطية هذا الاحتفال التاريخي. والحمد لله استطاعت الطوائف المسيحية الروم الأرثوذكس والأرمن والفلسطينيين أن يتفقوا من أجل ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة، وهنا نود أن نشير بأن أول من تبرع لترميم القبر المقدس هو جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه، هو الوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف قدس الأقداس. نحيي جلالة الملك، نحيي الأردن ملكا وحكومة وشعبا، نحييكم أنتم يا نورسات الذين تلعبون دورا كبيرا من أجل إرسال الرسالة الروحية والدينية والاجتماعية لكل بيت مسيحي في فلسطين والأراضي المقدسة ومنطقة الشرق الأوسط. نقول لكم هذا الحدث العظيم، هذا الحدث التاريخي تعجز الكلمات والعبارات عن التعبير عن سعادتنا الكبيرة بهذا الإنجاز الكبير. وكما تشاهدون بأن القاعة يغمرها الفرح والسعادة والبهجة، وهنا لابد أن نشيد ب وزير الداخلية الأردني الذي مثل جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه والحكومة الأردنية في كنيسة القيامة، وكانت فرحتنا به كبيرة لأنه يمثل جلالة الملك الذي هو الوصي على مكاننا المقدسة الإسلامية والمسيحية. الحمد لله، يعني كمان حدثت مبادرة ولفتة جميلة جدا من كبر رؤساء الكنائس، إنه بعكس الماضي لما كان فيه توتر ونوع من عدم الثقة، في الأعوام الأخيرة حصل نوع من التقارب والثقة المتبادلة بين الرؤساء الثلاث الكبار، الحارس الأراضي المقدسي والبطريرك الأرثوذكسي والبطريرك الأرمني، واتفقوا فيما بينهم على استجلاب خبراء من اليونان لترميم القبر، وفعلا تم المباشرة بالعمل في الصيف الماضي والانتهاء منه قبل بضعة أيام، مع التشديد أنه نحن نتحدث عن المرحلة الأولى التي انتهت، وساهم بدعم هذه التكاليف التي قدرت بحوالي 3.5 مليون دولار، ساهمت العديد من الأطراف الدولية خاصة الكنائس، ولكن أيضا الملك الأردني والرئيس الفلسطيني مشكورين، إضافة إلى مساهمات من أطراف أخرى. حقيقة اليوم كان يوم تاريخي، شعور غير عادي، فرح غير عادي بعم القدس بهذا اليوم التاريخي المقدس اللي هو تدشين القبر المقدس. تفضل مولاي وصاحب الجلالة الهاشمية بإعطاء توجيهاته السامية بتدشين القبر المقدس على نفقته الشخصية، وانتدب معالي وزير الداخلية يجينا معيته على القدس لحضور هذا الاحتفال الرائع الكبير. كيف كان الاحتفال من وجهة نظرك؟ الحقيقة كله احتفال ديني جدا جدا ممتاز، كان في تمثيل كبير من كل الطوائف الدينية، انبسطنا كثير، شعورنا كان كثير كثير مرتاحين واحنا جوا كنيسة القيامة وقبر المقدس مدشن على نفقة صاحب الجلالة. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة القيامة القدس.